خلونا نتوقف مع بعض الأخبار ونرجع نكمل المحاور الرئيسية اللي بنبدأ بيها هذه الحلقة، كمان التطوير وعملية التطوير والإنشاءات والخدمات داخل النادي، الاهتمام بها لا يقل على الإطلاق عن كرة القدم، بل بيسير على قدم وساق جنبا إلى جنب مع أمور كرة القدم. هنعرف تفاصيل أكثر من خلال المداخلة الهاتفية التالية عن نشاط اللجان داخل النادي واجتماعات اللجنة العليا اللي بتناقش مع رؤساء اللجان خطة الموسم الجديد. معنا على الهاتف الأستاذ محمد يوسف، رئيس اللجنة العليا للجان في النادي الأهلي. أستاذ محمد، مساء الخير. مساء الخير يا جنجز، صحتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين ومشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا يا استاذ محمد. يا ريت تقول لنا تفاصيل عن اجتماعات اللجنه العليا او خطه العمل المستهدفه، وايه الامور اللي بتركزوا عليها في وضعكم لخطه عمل اللجان في العام اللي بدا منذ ايام عام 2019. شوف الخطوط العريضه، عشان احنا لسه بنتناقش في دوت طبعا مع المكتب التنفيذي ومع مجلس الاداره. احنا بنتحرك في اطار برنامج عائلات الاهلي يتبناه مجلس النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود القطيب. يمكن احنا بنركز في الفتره اللي جايه، احنا حققنا في 2018 قدر كبير من التواجد على الارض بين اعضاء النادي الاهلي، لكن بنسعى بشده لزياده قاعده المشاركين المنتمين لكل اللجان بمحاوله اشراك اكبر عدد من الاعضاء في الانشطه داخل النادي الاهلي بكل فئاتها المختلفه، المراه والرجل والطفل والشباب وذوي الاحتياجات الخاصه. يمكن دي الخطوط العريضه اللي احنا كنا بنتناقش فيها ولسه هتعرض على مجلس الاداره. عندنا برنامج طموح جدا لاجازه نص السنه برضه عشان ابتدى اولياء الامور والاطفال اللي هيكونوا في مرحله الاجازه، بنحاول ان احنا نشغل وقتهم باشياء تعود عليهم بالنفع وفي نفس الوقت تديهم انرجي جديده لنصف العام الثاني ان شاء الله. طيب كمان حابب اسالك استاذ محمد، الوقت او المدى الزمني المتوقع عشان تكونوا انتهيتوا تماما من مناقشه الامر واعتماد الخطه، كمان خطه العمل من مجلس الاداره والبدء في تنفيذها، خلال قد ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله في خلال اسبوعين على حد اقصى. احنا هنبدا على طول مع اجازه السنه. احنا النهارده كان عندي اجتماع اخر بس مع بعض اللجان زي لجنه الطفل والشباب، على دي اجتماعات منفصله يعني، لكن ان شاء الله في خلال اسبوعين على حد اقصى هتكون الخطط موجوده، زائد ما تم طرحه اوريدي عن طريق في المجلس الاداره السابق بواسطه الدكتور مهند منى. طيب اعتقد كمان اللي بنسمعه دايما استاذ محمد ان في اتجاه لان تكون هناك افكار بره الصندوق او افكار غير تقليديه بتقرب النادي اكتر، كيان الاسره الكامل، الاب والام، الزوج والزوجه والاولاد، ان الكل يبقى مرتبط بالنادي وبيلاقي تلبيه لاحتياجاته ومتطلباته داخل النادي. هل ده من النقاط اللي هتركزوا عليها خلال خطه العمل او وضع خطه العمل؟ ده حقيقي فعلا، ده تم التركيز عليه بشكل مكثف جدا، وده هينعكس في برامج اجازه نص العام ان شاء الله. هيكون هدفنا وشغلنا الشاغل اللي احنا اتفقنا عليه فعلا ان الاسره بالكامل كامل افرادها تقضي يوم رائع داخل النادي الاهلي بفروعه الثلاث. يعني احنا برضو بنتحرك ما بين فرع مدينه نصر، فرع الجزيره، فرع الشيخ زايد، ما بنتجاهلش اي فرع منهم خالص يعني. فان شاء الله ان شاء الله اوعد كل اعضاء النادي الاهلي ان هيكون في برامج كامله متكامله بتنفذ من خلال الاداره التنفيذيه طبعا على ارض الواقع ومن خلال اللجان في تهم كل افراد الاسره. هل امور التمويل كمان ماشيه بشكل كويس؟ كل متطلبات اللجان ونشاط اللجان من اداره النادي ومن خزينه النادي الاهلي، هل الامور تلبيتها والاستجابه لها ماشيه بشكل منتظم؟ وفي تاكيدات من المسؤولين في النادي ان اي متطلبات ماليه لنشاط اللجان وخدمه الاعضاء بكل الاشكال الممكنه متيسر في النادي ومتوفر ايضا؟ بشكل اكثر من رائع. النادي الاهلي ما بيتخلش علينا خالص في اي طلب بنتقدم بيه للاعضاء تماما تماما تماما. بيوفروا لنا كل الموارد الماليه، بيوفروا لنا الاجزاء اللي احنا بنحتاجها كمان من الملاعب. كمان خليني اشيد بالقناه وبالمركز الاعلامي في تغطيتهم لكل الفعاليات اللي احنا بنقدمها في الفتره اللي فاتت وفي الفتره القادمه. اعتقد ان حفل اكتوبر غطى بشكل جيد جدا، ندوه التنمر وسباق الدراجات اللي حضره وزير الشباب والرياضه اتغطى بشكل جيد جدا. بنستخدم كمان الشاشات الاعلانيه دلوقتي اللي موجوده في الثلاث فروع لعرض الافكار والبرامج على الاعضاء عشان يكونوا دايما واقفين معانا في نفس الوقت على نفس الافكار. بشكرك جدا، ان شاء الله تكون موفقين في وضع خطه عمل متميزه لعام 2019، تكون محل ثقه ورضا الاعضاء في كل مقر وافرع النادي الاهلي. استاذ محمد يوسف، رئيس اللجنه العليا للجان في النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.